انقذ بنتي الصغيرة. استنى، انت هتبعت اندرويد؟ تمام يا استاذ. ما تقدرش تعمل ده. انت ليه ما تبعتش انسان بجد؟ كابتن آلن، اسمي كونر، أنا الأندرويد اللي بعتها سايبر لايف. بيضرب نار على أي حاجة بتتحرك، وقتل 2 من رجالتي. يضرب بسهولة، بس هم على طرف البلكونة. لو وقع هتقع معاه. أنت تعرف اسمه؟ بصراحة أنا معرفش. هو ده مهم؟ محتاج معلومات علشان أحدد أفضل طريقة للتعامل. قول لي، هل اتصرف بشكل غريب قبل كده ولا لأ؟ اسمع، إنقاذ البنت دي هو الأهم. إما تتعامل مع الأندرويد القذر فوراً، يا إما هتولى نار.
ابعدوا ابعدوا كلكم والا هرد. لن تكشف كل تفاصيل.
متقربش مني وإلا هنط. لا أرجوك أنا بتوسل إليك. أهلاً يا دانيال. إزاي؟ اسمي كونر. إزاي عرفت اسمي؟ أنا عارف حاجات كتيرة عنك. أنا جاي عشان أخرجك من هنا. عارف إنك غضبان يا دانيال، بس لازم تثق فيا وتسيبني أساعدك. مش محتاج مساعدة، محدش يقدر يساعدني. أنا كل اللي عايزه إن كل ده يخلص. عايز كل ده يخلص. أنت مسلح؟ لا أنا معيش مسدس. أنت بتكذب، أنا عارف إن معاك سلاح. أنا بقول لك الحقيقة يا دانيال، أنا جاي ومعيش سلاح. أنا عارف إنك كنت قريب من إيما. أنت فاكر إنها خانتك لكنها ما عملتش كده. كذبت عليا، افتكرتها بتحبني، بس كنت غلط. هي زي كل البشر تماما. دانيال لا. ده بينزف جامد، لو ما نقلناهوش للمستشفى بسرعة هيموت. البشر كلهم هيموتوا، ايه الفرق لو مات دلوقتي؟ انا هحاول اوقف النزيف ده. التلمسوه، لو لمسته هقتلك. اوكي. كنت فاكر انهم هيبدلوك عشان كده اتضايقت. مش ده اللي حصل صح؟ افتكرتني فرد من العيلة، افتكرتني مهم، بس كنت مجرد لعبة قالا يخلصوا منها لما يزهقوا. اسمع، انا عارف انها مش غلطتك. المشاعر اللي انت حاسس بيها دي مجرد خلل في السوفت وير بتاعك. لا دي مش غلطتي، ما كنتش عايز ده. انا حبيتهم انت عارف، بس كنت نكره بالنسبه لهم. كنت مجرد عبد بياخد اوامر. مش قادر استحمل الازعاج اكتر من كده. قول الهليكوبتر تبعد عن هنا. انت لازم تثق فيا يا دانيال. سيب الرهينة تمشي واوعدك ان كل حاجة هتبقى تمام. اوكي؟ انا عايز الكل يمشي وعايز عربية، واول ما اخرج من المدينة هسيبها. ده مستحيل يا دانيال. سيب البنت تمشي واوعدك ان انت مش هتتأذي. مش عايز اموت. انت مش هتموت، احنا بس هنتكلم. مفيش حاجة هتحصل لك، انا وعدتك. تمام، انا واثق فيك. كدبت عليا يا كونر. انت كدبت عليا.